يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ذهب إلى رجل قيل له إنه يفك السحر ويجلب له الخير، والآن قد تاب من هذا الفعل، فهل تكفي التوبة أم أن عليه شيء آخر؟ إذا تاب إلى الله وأقلع عن هذا تاب الله عليه ولا يحتاج إلى، إن كان إنها أعطاه شيء من السحر يتلفه أو أعطاه عمل سحري عليه أن يبادر مع التوبة، يبادر بإتلاف السحر. نعم.